السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. النهاردة هنبدأ نشوف مكونين مهمين جدا بنتعامل معاهم كتير جدا كمهندسين كهرباء. لازم نبقى فاهمين المكون من الناحية الميكانيكية كويس عشان كمهندسين كهرباء نوفر باور ونوفر كنترول للوحدات دي، وكمان مهندسين البي ام اس يعرفوا يعملوا عملية الكنترول أو التحكم على هذه الوحدات. طيب احنا في الفيديو ده هنتكلم ميكانيكا، فهنتكلم ازاي؟ عايزين نعرف ايه هي وحدة مناولة الهواء. وحدة مناولة الهواء باكج، تمام. العلبة دي فيها ايه؟ فيها فيل. الفيل ده انا عايز اعرف خصائصه، فانا دلوقتي بتكلم على الاير هاندلينج يونت، اي اتش يو، وحدة مناولة الهواء. بالبلدي الوحدة دي هيطلع منها هواء هنا، الطرف ده هنسميه او الهواء اللي طالع هنسميه السبلاي اير. في اخر الوحده هنا في هواء بيدخل اللي هو الفريش اير، يتعمل له ميكس مع الهواء الريتيرن اير. يبقى انت الجزئيه اللي ورا دي هيبقى داخل لك ريتيرن اير مع فريش اير، يتعمل لهم ميكس وبعد كده يدخل جوه مين؟ الاي اتش يو، لحد ما يطلع لك يا باشا في الاخير سبلاي اير. يبقى انت احفظ معايا، ركز معايا، هيدخل لك فريش اير وهيدخل لك ريتيرن اير ويطلع من الوحده دي سبلاي اير. يبقى انا لو سالتك انا بمنطلق الكهرباء، تمام، اهو عندي علبه فيها فيل، الفيل ده هنطلع منه سبلاي اير. سبلاي اير، كل الناس لازم تحفظ كلمه سبلاي، ودايما يقول لك السبلاي والريتيرن. ادي الريتيرن، الريتيرن اير، ريتيرن اير. طب هل الريتيرن هيدخل يتعالج هنا ويطلع سبلاي بس؟ هنشوف. لا، ده احنا بنعمل ميكس بين الريتيرن اير والفريش اير. الفريش اير يبقى الوحده بيدخل لها، تمام، في الانبوت ريتيرن اير وفريش اير وبيطلع منها سبلاي اير. طب ما تاخدنا يا دكتور في رحله داخل الاي اتش يو. خلي بالك هي عامله زي الكرفان كده الكبير، تمام، واخد بالك من الكرفانات اللي بنحط فيها المكاتب بتاعتنا في المواقع، شبهها كده، تمام. جواها شويه حاجات مهمين جدا ان احنا نبقى عارفين ايه اللي جواها. رقم واحد، رقم واحد في عندي هنا هو رقم واحد الريتيرن اير، تمام، ويز الفوليوم دامبر. الدمبرز بالبلدي زي انت جايب باب كده وبتفتح وبتقفل في الباب بتاعكم حسب كمية الهواء اللي انت عايز تدخلها وتطلعها، بيسموها دمبر، تمام. طيب ولو انا اصلا ممكن اعملها ميكانيكالي، اعملها يدويا في الاول وبعد كده اعملها ميكانيكالي، وبعد كده دلوقتي بيعملوها بتوع البي ام اس، واحنا اللي بنعمل القصة دي معاهم، بندي لهم حتة موتور صغير كده ونركبه على الدمبر، يقعد نديله أوامر بحيث يفتح ويقفل الدمبر بنسب معينة حسب ما بقى إيه الاحتياج بتاعي. وهندخل في القصة دي لما نشوف إزاي هناخد فيدباك أصلا من الغرفة اللي أنا بعمل لها تبريد أو المكتب وهكذا، وإزاي بيتم التحكم في البي إم إس على الفوليوم دمبر. إحنا دلوقتي بنتكلم كميكانيكا، عايزين نشرح الـ AHU. يبقى الهواء هيدخل هنا الريتيرن إير، دخل في الريتيرن اير اوبن ويز، دي الفتحه بتاعت الريتيرن اير، الهواء بتاع الريتيرن هيدخل من هنا يا شباب. لوحده؟ لا، هنعمل له ميكس مع الفريش اير، الفتحه اللي فوق دي بتاعت فريش اير. اهو بتيجي وحده بيسموها الميكسنج بوكس، ركز معايا يا باشمهندس، انا عارف ان انت مهندس كهرباء ويعني الحاجات دي ممكن تكون جديده عليك. فالميكسنج بوكس ده، الميكسنج بوكس ليه انبوت مين؟ صحصح ريتيرن اير، وليه انبوت فريش اير، هيطلع منه الهواء لسه بس اتعمل له ميكسد، ميكسد بوكس، ولا سخن ولا برد ولا اتفلتر ولا اي حاجه. تعالى بقى، خدنا الهواء الميكس ده، اول حاجه عايزين نشيل كميه الطين والتراب والرمل اللي هتدخل معانا، فهنحط بري فلتر. هنحط بري فلتر فين؟ وده يا دكتور اهو، ده اول مرحله، اول فلتر، وبيتنظف الفلتر ده، وبتوع البي ام اس بيحطوا دي بي اس قبله وبعده كده حساسات ضغط عشان نقدر نشوف هل الفلتر ده توسخ ولا
ما توسخش ونقدر ننظفه او نعمل له صيانة، او لو بعد مرحلة معينة ايه نغيره. طيب وبعده هنحط فلتر تاني اسمه باك فلتر عشان انقي اكتر. طب وبعدين انا دلوقتي ده كل الهواء عايز ابرده، لازم اعدي الهواء على حاجة ايه باردة، فاروح حاطط كولينج كويل. كولينج كويل ملف تبريد. في ناس بتحط برضو معاه هيتنج كويل ملف تسخين، او ان احنا بنحط هنا الكتريك هيتر اللي هو هيتنج كويل. طيب الكلام ده كله دخل هواء بس بدون سرعة. طب انا عايز ادف الهواء ده، اضغط الهواء، ازيح الهواء ده، يبقى لازم يجي دورنا احنا برضو كمهندسين كهرباء نركب حتة موتور. واحد يقول لك ده الفانه دي، الفانه اللي جوه دي او الفانات بصفه عامه ميكانيكا، بس اللي مشغل الفانه دي موتور، فالموتور ده هو اللي هيشغل المروحه. هي في مروحه من غير موتور؟ مفيش. يبقى السبلاي، السبلاي فان عباره عن مروحه وفي موتور بيحركها، تروح تاخد الهواء وتدفه او تزيح الهواء بحيث يطلع بسرعه معينه من السبلاي. طبعا بيحصل في بعض الاجزاء بتاعه الاي اتش يو تكثيف، فلازم نجيب نعمل درين، صرف درينج تمام للدرين بين حته حديده كده بحيث تتجمع فيها ميه الصرف. يبقى اعتقد ان انت دلوقتي فهمت مين، فهمت الاي اتش يو. في نفس الفيديو عشان ما تجريش مني تعالى ندخل كده، بنشكر المهندس رامي على الملف الجميل ده. طيب هنبص على حاجه مهمه جدا، في حاجه بيسموها AHU Air Handling Unit، وفي حاجة بيسموها FCU Fan Coil Unit. ما تقعدش تقول لي في اختصارات ومش يا عم، فان مروحة، كويل يعني ملف، يونت دي حاجة بسيطة، هي عبارة عن حاجة مصغرة كده من الـ AHU. عرفت ازاي؟ اهو انا عندي هنا بيدخل ريتيرن، هتقول لي فين الفريش؟ مفيش فريش، في ريتيرن وسبلاي، يبقى في ريتيرن اير وي سبلاي اير. دي لو كانت وحده مثلا طوليه، لو كانت وحده بالشكل ده اهو نفس القصه، هيدخل الريتيرن اير ويطلع هنا سبلاي اير. طب عدى على ايه؟ عدى على فلتر عشان ننظف، اهو ادي البري فلتر. وعدى على ايه تاني؟ عدى على مروحه، تمام، مكان المروحه اللي احنا قلنا عليها هناك الفانه الكبيره دي، عدى على مروحه، فان سيكشن، فان سيكشن ده الجزء بتاع المروحه اهو، او هتلاقيه هنا الفان دي، هتلاقيها دايريه كده، وهتلاقي اتنين هنا اللي هم الفان سيكشن. طبيعي جدا بعديها عايزين نبرد، هندخلها على ايه يعني؟ هندخلها على كولينج كويل. عايزين نسخن، ندخلها على هيتر. الموضوع بسيط جدا يا شباب، الموضوع بسيط جدا. ولو حصل ان في ميه زياده هنعمل درين بين. يبقى ببساطة شديدة جدا في الفيديو ده انا شرحت المكونات الميكانيكية للاير هاندلنج يونت الاي اتش يو والفان كويل يونت الاف سي يو، ودي حاجات احنا بنستخدمها كتير جدا كمهندسين كهرباء ومهندسين ميكانيكا ومهندسين تحكم في نظام البي ام اس. اشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.